على طول بتقولوا بدنا ندوق معمولات الشيف عمر، صار الوقت لتدوقوا معمولات الشيف عمر يا غوالي. 3 كيلو طحين زيرو فاخر اكسترا. ايه بسم الله. بنفتح فيهم جوره، بدنا نجبلهم. كيلو ونص سمنه بقر حلوب، احسن سمنه حيواني بالعالم. وهلا بنعجن السمنه مع الطحين. بسم الله. عجون يا غالي من قلبه رب. بنضل نعجنها وندعكها لتصير مثل الكريمه، بعدين ناخذها وبنعبيها هون. بتغطوها كتير منيح، يا بتحطوها يوم كامل بالبراد يا ساعة بالفريزر مثل ما هعمل انا. كيلو فستق بوظة، حبة فحلة يا غوالي، هاد افخم فستق حلبي بالعالم. على طحن ومننزل عليهم بمعلقتين اكل من سكر البودرة، ورشرش حبك يا جميل، ومنشر عليهم القطر البارد السميك، ومنضل ندعك فيهم لحتى يربطوا. وهلأ بالعشرة على دعك، خلي الزيت اللي بحبة الفستق يطلع يا غوالي. وبعد ما دبقت معنا هيك يا غوالي، مننزل عليها بمعلقة مقوبعة من السمن الحيواني يا غالي، غير نغنغة بالسمنة. كيلو جوز نخب أول يا غوالي بلدي، تعال حقه آخر أيامه. شو هالجوزات؟ ونفس اللي عملناه بالفستق بدنا نعمله بالجوز. جهزوا حالكم يا جوزاتي، وهي الجوز صار جاهز، وهي حشوة الفستق صارت جاهزة، وآخر شي بنعطيهم شو؟ بخة مي منشان بس ما يدبقوا على إيدينا. 1 2 شايفين هيك ما عاد تدبق بإيدينا. كيلو عجوة من التمر المقدسي الفاخر، منطيبها بشوية هيل وشوية قرفة، وعلى الكيلو مننزل بثلاث معالق سمن حيواني غير شكل، لأنه العجوة تحب السمنة، ومندعكها كلها مع بعضها. بسم الله. وهيك صارت شو؟ أحلى عجوة جاهزة. شوفوا يا غالي ما شاء الله، شوفوا ما أحلاها، ذهب. كيلو فستق وكيلو جوز وكيلو عجوة، خير نروح نشوف صار بالعجينة. يلا، وهي تبليعتنا يا غوالي صارت جاهزة، وهلا منبلعها لشو؟ للعجينة. سمعانين صوتها هي وعم تبلع؟ أطول بتقولوا لي يا غوالي بدنا ندوق معمولاتك، بدنا ندوق معمولاتك. حان الوقت، بكرة نازل لكم على المطعم. ايه، على مطعم الشيف عمر، على الطابق التحتاني بالمطبخ. بعد الفطور رح نساوي 8 كيلو معمول مع بعض، منو بتجوا بتساعدوني وبتدوقوا المعمولات، وإذا عندكم أسئلة بتسألوني ياهم مباشر. مباشر ولا مو مباشر؟ مباشر. يلا ناطركم، كونوا كتار حبايب القلب. وانتم من شانكم هتقولوا ايه وين الوصفة؟ أنا عامل هي وصفة المعمول لكيلو طحين، أنجح وصفة معمول على كل السوشيال ميديا والأكثر شهرة والأكثر مشاهدة، في كل التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة يا غوالي. حط لكم الرابط تحت لتحضروا. وهلا شو بدنا نساوي؟ قربوا لعندي، قربوا لنروح على المطعم. وهلا يا غوالي صرنا بمطعم الشيف عمر مثل ما وعدناكم، وحنبلش نعمل المعمول، وتقريبا يعني ها بلشت تجتمع الناس، وهلا بدنا نبلش بالمعمولات ونفتح البث المباشر كمان على فيسبوك. هلا بشو حتبلش حبيبي؟ هلا حنبلش بالحشوات. ايه؟ اول شيء العجوه، يعني خلينا نجهزهم. ايه؟ وبعدها بصير دق المعمول سهل. مين رح يساعدك؟ عرفونا صحيح عن نفسكم. اهلا وسهلا. هلا قلتي لي من الجزائر. رفيقتك من الجزائر والنعم. حضرتك اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، شرفتوا. احلى بحلب. جايين يعني ناويين اليوم على المعمول؟ خلص يعني ان شاء الله. هلا شوفوا، بدكم تعملوا طابات، كل طابة وزنها 7، يعني نعمل لها هيك أول شغلة ونحطها، أو خلينا نحن شو نساوي؟ نزين قبل، يعني هي تمام خلص زنتها تمام، هلا بكورها هيك وبصفها هون، كلهم 7، خلص هي الموضوع عنكم، 7 8 ما بيأثر. هلا نسينا نقول لهم شيء على اللايف عمر. شو هو؟ ما خبرتهم إنه نحن كمان عم نصور فيديو ليوتيوب. إي طبعاً. فهي أول مرة يعني حتشوفونا ونحن عم نصور الفيديو. صح، هي اول مره حتشوفوا كواليس التصوير هي يعني. والفستق هلا كيف تعملوه؟ ورجينا الفستق كمان بقيس على قياس الهي، يعني هيك على قياس هي، شايفه كيف؟ ورجينا. ايه على قياس لهي بيشتغل، بس ما بدي دهدر وعبي الدنيا. هلا بيحكوا علينا الاجانب. هلا هون الداير باقي ما تبقى هو عباره عن العجينه، بدها تكون دائما العجينه، يعني المعمول الفاخر بتكون عجينته قريبه على يعني قشره بس. صوري يا اختي. شو بلشت؟ يلا ها بلشت. هلا اخذ بالعجينه. بقى هلا العجينه بس ناخذها، شو بدنا نساوي؟ ننعمها. ايوه بدنا ننعمها. ما شاء الله عن جد حافظ. لك شو حافظ؟ عم بقول لك حافظ اكثر مني. يعني هذا اذا بيطبق الوصفه بتطلع ظابطه معه اكثر مني. شايف العجينه لازم تكون بارده لما نشتغل فيها. هلا في شغله انه نحن ما بدنا نعجنها، بدنا نعملها هيك بس، لانه اذا عجناها تربط مع بعضها، بدنا نطريها يعني. لا صعب كتير بصراحة. طبعا اكيد صور يا زلمة، خد راحتك. لك حبيبي القلب على راسي، نورتنا معلم. جاي من بورصة، كنت جيب لك شوية كستنة معك من هي اللي
يعني بتكون مساواية بالسكر. مربى مربى كستنة. لا هي مو مربى، مربى كستنة بيعتبروها. لا هلا فينا نعمل نحن كتل مثل هيدينج ونصير نعبي، وفيني انا كيف اشتغل وين الطحين، هاي الطحين غير شكل ده واحدة الله يبارك له غير شكل. شو هلا كيف لا فينا نشتغل فيهم دغري، انه مرتاحه هي صلي من امبارح مساويه فمرتاحه يوم كامل. ناخذها للشقفه بنفردها هيك، بنحط بقلبها العجوه، بنحط اصبعاتنا هون وبنسكر عليها من خدتين هيك لتختم كلها بهذا الشكل. بنفتلها هيك على السريع، بناخذ لها الفستق، فينا رش طحين بالقالب رشه صغيره بخه تغبير يعني، او نغبر الحبه هيك بنحطها هون نكبسها وندقها بتنزل وبنصفها جنب اختها. هلا الفستق، هلا الفستق ها، نفرد العجينه هيك، ناخذ حبه فستق بنحطها هون بنختم عليها العجينه، يعني حتى لو جلى الفستق على العجينه اطيب واحلى، وبتكون انه هي دليل انه مليانه. شايفه بنغبر القالب هيك، بنحط العجينه هون وبنضغطها هيك بكف ايدنا، بندقها هيك بعدين هيك بتنزل، بنصفها جنب اختها. يعني كثير سيء، بيحرق للمعمول ايه، وبيضل شو يتكهرب يلي قاعد جنب الفرن، بيضل تلطه الكهرباء. يا الله عم تذكر لها الاجواء الرائعه فعلا، جاسمين ريحه الكولونيا ايه الجاردينيا عطر الليل كولونيا، ما نحن كان عنا منا يا الله ما احلاها عطر الليل. انا ما بعرفها هي كولونيا، انا بعرف الجاردينيا كولونيا اسمها. اه الكولونيا نفسها بتعبي البيت خصوصي بشهر 9 هيك شيء، شهر 8 اخر 8 9 تجنن ريحتها كانت تعبي البيت. الله يبارك فيك والله عم تذكرونا. لك الله يكرمك يا خالي، نحن ننبسط فيكم والله. يعني حبينا هالسنه نعمل المعمول هيك، يعني كنا بنعملها يوم الوقفه والله، بس انه حالنا يعني هو هلا الناس ما بتكون فاضيه، فانه يوم الوقفه ممكن تكون الناس كمان مو فاضيه، هلا بتكون بالاسواق. شايف كنت بدي اعمل بس قلت لحالي بما انه قلت شفتك على الستوري بدك تعمل، قلت خلص معناتها باخذ من عندك. يا سلام يا سلام لك عمر، وانا كمان ها هي اهلي عم يتابعوك انا مشان اهلي املي حصتي. يا سلام حصتي انا واهلي، ناخذ معمولات انا وياك ونهرب. جيب معك شيف عمر بدي يعمل هيك هون. يا جماعة عنا متابع جاي هو وعيلته من ألمانيا دغري لهون، من فصل ألمانيا. شرفتونا والله، أهلا وسهلا. محلكم والله كتير كبيرة، هاي لو أنا عطيها لأبي أنا وصغير كان شامطني واحدة هيك. لازم هو يكون الفرن كتير حامي، هاي نقطة كتير مهمة، يعني أهم سر هو الفرن. لازم يطولوا بالفرن يعني دوبل 10 دقايق ولا 10 اقل اقل بتشوفي. وهي اول صينيه صارت جاهزه معنا، هلا بدنا نفوتها على الفرن. اوعكم 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 تحرقوا حالكم بسم الله. طيب هي قد ايه بدها هلا بالفرن؟ ما في ثواني بدي راقبها هلا، هلا بدي اشوي الوش تبعها بعدين بشوي السفل. ايوه لا بدك هيك تضغط مزبوط مشان تاخذ رسمه، بس حجمها كويس. ايه منيحه حجمها منيح شغاله. هي عم نظف القالب، لما يعلق بقلبه شيء خلص بصير يخرب القطعه، فلازم القالب يكون نظيف، لازم فرشاية اسنان هيك وطحين نعمل له هيك، وقبل ما نشتغل فيه نغبره، نحط القطعة هيك نكبسها. ها نزلت. شو صار بالمعمولات؟ عم بستناهم ليحترقوا لحتى طلعون. يلا حاجتهم بعدين لك اسعي هيك. وهي صينية المعمول صارت شو جاهزة، روحي لك لورا الهي من هنيك. اوعكم اوعكم تحرقوا حالكم بسم الله. وأنا بالأكثر. طب استني شوي لحتى تاخدي معمول، نحن كمان كتير انبسطنا فيكي. شرفتينا، نحن كمان شرفنا، أهلا وسهلا، يعطيكي ألف عافية. شكرا. بس استني شوفوا نتائج العمل تبعكم. عن جد ليش هيك؟ ليش هيك؟ لا منح، مهم الطعمة، أهم شيء الأخلاق. لا حتى تحت الهواية. بسم الله. مشكلة صغيرة هي على القالب. كتير صغيرة ما؟ ايه منيحة يلا. مهم انه الكل شارك والكل انبسط. أيوة.
هذا المهم. أكل. عن جد هو حلاوة المعمول بهي الروح باللمة. روح اللمة صح. هلأ عمر أي. شايفة أنا كل واحد شكل هون أكثر من حدا اشتغل بها. إهنا ما بيشبهوا بعض بصراحة أي. إذا بتطلعي هيك تلاقي كل واحد شكل يا أهلا وسهلا شرفتنا أهلا وسهلا شرفتنا أهلا وسهلا عمو شرفتونا محلكم أهلا وسهلا. هلا أعطينا شو الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها الواحد حتى يطلع المعمول بهالشكل؟ هلا هذا أكيد واحد واقع بقلب الصينية. هلا شوفي هاي إنه مثلا كتيرة كبيرة فعم تطلع عم تبرز عن القالب عم تعمل بطن. كل حدا اللي ساعدك سواها الشكل. لما تعمل البطن تبرز لفوق كتير أخذ لون زيادة محمصة زيادة دايب وشة زيادة مثلا هاي مثلا ايه اقل ايه. مثلا عندك مو مختمه مزبوط ايه. العجوه ضلت برا هذا يعني كشكل ما له حلو كمان هون ما له مختمينه مزبوط كمان كشكل ما له حلو الارتفاع كل هاي الاخطاء بتاثر يعني الفرن هلا هذا الفرن لسه انا ما اخذت هذا الفرن جديد لسه الفرن شويه بس من فوق بعدين شويه من تحت بس الفرن ما كان لسه اخذ مزبوط من فوق لهيك كمان ما عطيت يعني 100% نتيجه بس هلا بهي الصينيه ان شاء الله بتزبط اكثر ان شاء الله شوفوا احلاهم طالعين ما شاء الله ايه بس في كم 50 حبه فستق طالعين لبرا مشان تعمل هاي فستق صح شو اسمك شام يا سلام ما شاء الله شو هالحلاوه هي خذ هاي عجينة واحد يرقرق وواحد لا هي بتصير عجينة كتير بتسيح وهي الفستقات صاروا جاهزين شايفة الصينية أصبط كان بالأول يقولوا لي بدنا عجينة صار دغري راح أخذ جاب عجينة والله الريحة كتير بتشهي كتير شميني يا جماعة ريحة المعمول وصلت عن جد فاحت ريحة المعمول شايف عن جد هدول هذا حمي الفرن شكله منيح صح؟ ايه بلش يعني ها يشغل مخه طب قوي انت مقوي؟ مقوي والله على أعلى شيء شو رأيكم بالمعمولات؟ إن شاء الله هاي الصينية تطلع أحسن تكرم عينك ريتو هنا وعوافي استنوا عليهم شوي ليبردوا اطيب ها استنوا المعمولات استنوا ولا شي ساعه ساعتين اذا بدك اي هون اسلخوا وحده تحت الشوفاج وانتوا سالمين يا رب شرفتونا والله كل يوم تعوا بس ما كل يوم في معمول ها بكره كنافه اسف لك لا بمزح لا ان شاء الله بس ناويين نساوي كنافه ايه لا ناوي خلص مشترينا فرن لحوا هلا صار عندنا كومة ضغط على انت اعطيتهم الصينية للجماعة؟ لا هيك الصينية لا من وين؟ جايينا؟ اهلا وسهلا والنعم من كل اهل الامارات استوى اللوز عم برشمها بالسمنة قربي 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 لقلك شوفي الريحة بتغوي بالقلب ما شاء الله ما شاء الله شو عاملين سباق مين القهوة تبع اطياب يسلم هالايدين يا رب هاي مو قهوة هاي كمان قهوة مرة طيبة والله بتكون لونها بيضة بالعادة لونها ابيض شكرا السعوديين بيسووا ابيض هاي قهوة اماراتية عم يضيفونا يسلم هالايدين يا رب شرفتونا شو ما خلصنا خلصنا إن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير يا رب وينعاد عليكم بالصحة والعافية والخير والسلامة هاي معمولات شو رأيكم معمولاتنا؟ شوفوا على المعمولات قربوا قربوا لإلكم قربوا اللي داء واللي ما داء راحت عليه راحت عليه يعني مرياحة راحت عليه هدول وين حناخدهم؟ على البيت حناخدهم معنا على ألمانيا معي على ألمانيا رايحة أعيد بألمانيا يلا إن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير إيه واحذروا شو ححط لهم روابط فيديوهات المعمول معمول كلها الوصفات بيسووا انتوا اللي بدكم اياه استحلوا نقوا استحلوا من المعمولات يا عوالي الوصفه موجوده بصندوق وهي الوصفه عاملينها من قبل ايه ومره ثانيه كل عام وانتم بالف خير يا رب وان شاء الله هيك بيكون عيد كله خير وفرح على الجميع يا رب استويت انا وانا كمان حالي يلا تصبحوا على خير وشكلتونا الامور ها ما تنسوا حطوا لايك وشاركوا الفيديو بكل مكان يلا السلام عليكم